انا موجود في المكان اللي دائما بصور فيه، المكان اللي فيه السيارات اللي انا دائما بفرجيكم اياها، بتكون مهجوره او عليها رمل او وات ايفر بتكون وضعها. ولكن كثير ناس يسالني انت وين، انت شو عم تعمل، ما بعرف. مع اني انا يعني بكل الفيديوهات حاطط تحت في الديسكربشن حاطط اسم المكان اللي انا فيه. انا موجود في مكان اسمه كوبارت للمزادات. هذا المكان هو مزاد، هذا المكان هو عباره عن ساحه ضخمه جدا، هي تعتبر احد اكبر ساحات المزادات في الامارات، فيه حوالي 3000 سياره. هو مكان اللي بتقدر انت تيجي هون لتشتري السياره، تشتري السياره عن طريق المزاد، يعني ما في سعر ثابت. بالتالي السيارات اللي جوا بتكون متنوعه، شيء ممكن تشتري بمليون، شيء ممكن تشتري ب 10000، انت وحظك وانت والمزوده. فما حد يسالني ليش ما بتحط اسعار. الشغله الثانيه، السيارات هل هاي مهجوره؟ هي فعليا مش مهجوره، هي سيارات لاسباب معينه موجوده هون، وفي منها شيء له سنه سنتين حسب الطلب عليها. في شيء ما انباعش، هذا شيء ما لهش، يعني هي مش انه معناته ما لها صاحب. فلا، كل هاي السيارات اللي بتشوفوها لها صاحب، هي تحت اداره هذا المكان. حتى انك تيجي هذا المكان فيه تراخيص خاصه، يعني زي ما انا بتواصل مع الاداره هون وانا بحكي لهم بيعرفوني، فانا باجي على هذا الاساس، فانه فعليا ما بتقدر تيجي تاخذ اي سياره. فهذا هو كوبارت، بس حبيت انوه لهذا الموضوع. ان شاء الله حاخذ فيديوهات زي دائما ونشوف احلى السيارات ممكن نلاقيها جوا ونفجر فيها. محبين البيكابات، هذا الفيديو لإلكو، يعني ابتلكم من اول بيكاب عاشقين لإلو الناس، اللي هو التويوتا. هذا التويوتا شاص زي ما بتتسموه انتو. بيكاب هاد يعني اكتر بيكاب محظوظ او اكتر موديل محظوظ، ما بعرف. يعني هو فعليا شكله عادي، مواصفاته عادية، نظام تعليق عادي، محرك عادي، مواصفات صفر، راحة صفر، عبارة عن بلاستيك انتيرير تماما. شوفوا الانتيرير تبعه، عبارة عن بلاستيك تماما، ما فيه اشي واحد فخم، بس الناس بتحبه. ليش؟ لانه ما بوقف حرفيا. يعني هذا عبارة عن محرك على شاصي صفر كمبيوتر، صفر حساسات، صفر اشي ممكن يوقف لك اياه، فبتمشي وانت مش سائل. عشان هيك فعليا الناس تحبه، واغلبهم للصحراء والقصص هاي. طبعا نظام التعليق تبعه بدائي جدا، ريش، هذا اللي هو لما تطلع من المطب بده ينطنط معك. محركه تبع لاند كروزر نفسه على فكره، هو اساسا لاند كروزر السياره هاي، بس بنسميها اللي هي شاص. شايفين من جوا فاضي تماما يا اخوان، طلعوا كانك راكب باص كوستر قديم. طيب بعيدا عن البدائيه في هاد، خلينا افرجيكم الفورد اف 150 بلاتينيوم. هاي نسخة الفخامة من الفورد اف 150. شوفوا الجمال. فورد اف 150 هو والرام بعتبره أجمل موديلات صراحة. شكله كتير حلو، طلع خليني أفرجيك يا من جوا. من برا ما فيها يعني مش متضرر كتير. هذا إله واقف هون يا إخوان 2012 2020. اوف، شوفوا من جوا، شوفوا الفخامة، جلود، كراسي كهرباء، هتطلع فر. شوفوا التخشيب اللي على الابواب، هيا شوفوا التخشيب الموجود هون. طبعا طريقة فتحه هون عندكو نظام التحكم، بصراحة جميل جدا من جوا، كتير فخم. شوفوا الفخامة، يعني كأنك راكب سيارة SUV فخمة بس عبيكب. عن دنيا نار، فأنا عم بنشوي جوا خصوصا مع الجلود، اشي قاتل. طيب بعيدا عن ال F-150 يا اخوان، طبعا هون عشان تكونوا عارفين هذا لما يكون شغال في عتبة كهربائية بتنزل، فعشان هيك شو تغلب طلع فيه. بنروح على السيارة، جيمس سيارة. هذا الجيمس فيه اشي صاير، اللي هو اذا بتطلع عليه من جنب حتلاقوه مقوس بهاي الطريقة هيك. هذا بالضبط. مش عارف، هلا انا متخيل واحدة تنتين يا ناطط كتير فيه نط، ما بعرف، بس بالاغلب هي سببها الضربة اللي هون. بس شوي غريبة، يعني الضربة اللي هون مش قوية كفاية لتحني البيك اب بهالطريقة هاي. طلع، مش متأكد صراحة، انا مش خبير كتير، ولكن زي ما انت شايفين. فهذا محركه 5300 V8، محرك جبار، شكله جبار، بجنن البيك اب. بس زي ما انتم شايفين هذا، ما بعرف، يعني اكتبوا لي انتم رايكم بالتعليقات اذا بتصلح ما بتصلح، ما عندي فكره. محبين الباترول، هاي الباترول برضه اللي هي شبيهه هذاك البيك اب، اللي هي محظوظه بدون ولا مواصفه.
بلاستيك، صفر مواصفات، صفر راحة، صفر اوبشن. الناس تحبها وبتموت فيها ومستعد تشتري هاي السيارة. انت شايفينها هلا بمبلغ بعرفش ليه. سيارة ما بتوقف، ما بتخربش، منيحة للريحة، منيحة للرمل وهالقصص هاي. مع انا بحس ان السيارات يعني اصحاب شركات سيارات كان ممكن يعملوا زي هذا الاشي وريحوا راسهم بدل ما يتعبوا حالهم بسنسرات ودنيا. هاي هون اللاند كروزر، بس لا هاي عاملة حادث واضح تماما الموضوع فيها. شو في عنا هون كمان؟ مرسيدس. هاي اللي هي ال اي 350، بس يعني شوفوا ترايح والله انا من بعيد فكرت هاتشباك، يعني تناست انه شو هاد السيارة الله يكون بعون صاحبها متدمرة. يعني بصراحة لو في حدا قاعد ورا يا الله يا الله. شوف الكرسي الخلفي، شوف هاي الكرسي الخلفي عشان تكون عارفين، هذا هو الكرسي الخلفي. شايف كرسي خلفي وين؟ هاي الكرسي هذا مضروب، الكرسي الثاني سليم على فكرة. يعني اللي قاعد على جهة الشمال من السيارة ما فيه شيء، اللي على اليمين الله يكون يعني ان شاء الله ما يكون في حدا، مش واضح انه كان في حدا ورا لانه مش مبين مكان قصف السيارة ولا شيء. بس يا اخوان الله يعينهم. في عندنا هون كمان هاي تويوتا، مش قادر احدد، هي بالاغلب افالون. افالون هاي والله ما انا قادر احدد شكلها. هاي السيارة داعس عليها ديناصور رسمي، مش عارف. في عندنا هون كمان بيكب سيلفرادو. هاي في كمان جيمس سيارة هناك. هون قسم البيكبات، خليني افرجيك السيلفرادو كمان. صرت واصل هون، شوفوا البيكب صراحة في حالة ممتازة من الداخل، جدا جدا ممتازة. هاي مضروب ضربة من جنب هون، بعرفش شو وضعها قدي سيء صراحة. من برا ما فيه اشي، بس هاي هي الضربة. هاي في عنا هناك كمان جيمس سيارة، هداك هذا الأكبر، هذا هذا الدبل كابين، هذا الـ HD النسخة عالية الأداء من البيكب. هذا نسخة الحمولة ونسخة التعتيل والقوة والفخامة كلها مع بعض. شوفوا من جوا، شوف الوكي توكي متروك جواته. يا اخوان انا بستغرب من هاي الشغلة، اللي هو احنا بنشلح السيارة كلها قبل ما نعطيها لحدا. شوفوا هاي كيف بنفك هلا. اوكي مش عارف. هاي مترولا. USB. غرقان معود. شام ريحة الطوب، بس مش مفروض يعني ممكن تكون مطر فايت عليها ما بعرف. بس مش بتفوش غرقانة إلا إذا ناسين سمك جوا هاد. اسمع طلع طلع شو في هون. أناني مي. يعني أنا وياك لو إنا بالصحراء وتايهين وشفنا هذه الشوفة. يعني على فكرة اسمع مش حارين بتعلم. بس انت تخيل هذول سموم يا زلمه. لا اكيد، بس انت بس مش فعلا مش حارين يا اخوان، بس يعني انت فاهم هذول الناس تايهين بالصحراء يشوفوا هالشوفه هاي. اوف في ورا كمان في شيء انا مش شايف. لا ما في شيء، مش مبين عندي. ايش هذا؟ تعرف بالاغلب ايش هذا البيك اب؟ هذا بيك اب سيفتي. هذا بيك اب بيكون موجود بالطلعات، بيكون بالمقدمه او بالاخير سيفتي للناس. شوية مي هون، هاي في شوية مي.